لفائدة مرجوة. إذا كان في صوت المرأة فتنة فإنها لا ترفع صوتها، لا ترفع صوتها، تخاطب الرجل عند الحاجة بقدر الحاجة، ولا تتبسط معه في الكلام. قال سبحانه وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم اشترن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تخضعن بالقول. تخضعن بالقول، هذا محل الشاهد، فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فالمرأة تكلم الرجل بقدر الحاجة، ولا تتبسط معه في الكلام أو تضاحكه أو ما أشبه ذلك، لئلا يطمع بها.